أسرع الحلول أنا أتوقع بالتجاذبات اللي قاعدة تتم، أتوقع أن وجهة نظري الشخصية يعني أتوقع الديوان الأميري راح يطلع بمبادرة ويقول يبا أنا راح أخذ مجموعة كبيرة من البيوت وأبنيها وأخلص من هالمهاترات السياسية والإعلامية اللي قاعد تقومون فيها، ويبني لنا 50,000 وحدة ويحل المشكلة إنزين إلى أن يستقر مجلس الأمة وتستقر الحكومة ويقدرون يقعدون مع بعض ويتفاهمون للإنجاز الحقيقي.